انتهاكات أعيد تداولها لحقيقة ما يجري في جامعة صنعاء وحفلاتها التي تقلب إلى ساحة تعلو فيها أصوات الرصاص للفرح. مقاطع لا تنشر للمرة الأولى، وإنما تذكيراً بحالة الطلاب المريرة في الجامعات الحوثية بعد إعلان الحوثيين فتح باب القبول لاستيعاب الأكاديميين والطلاب المتظاهرين المفصولين من الجامعات الأمريكية والأوروبية. عدد المسلحين يدل على كثرة الرعب. ومن مأساة ممارسة الحوثي إلى سخرية على مواقع التواصل إذا ما توفد الطلاب الأجانب إليها فعلاً. بدأ الحفل ترقص ممنوع. ليس هذا فحسب، بل إنهم استهزأوا بالإدارة الحوثية برمتها، مستشهدين باعتمادهم على المجاري مصدراً رئيسياً للزراعة، فكيف يكون تعليمها؟ هذه مياه مجاري العاصمة صنعاء. عدا عن أن المستخدمين تساءلوا هل يوجد أساساً قسم للغة الإنجليزية؟ وبالطبع لم تخلو المشاركات من فيديوهات ضاحكة لدفعة المطرودين الأولى. ومن بعض التعليقات تجارب لسنوات ضاعت منهم وحرموا فيها من تقديم الامتحانات، حتى أساتذة الجامعة قالوا عليكم بصرف رواتبنا أولا، أما وضع الطالبات فنكتة أخرى أطلقها بعض الحوثيين أنفسهم قائلين هل يعلمن بأنهن سيسألن عن الموافقات الخطية لدخول الجامعة أو أنهن سيعزلن عن الطلاب منعاً للاختلاط، فيما نشر آخرون لما سيؤول بهن الحال ممسكات بالبندقيات نحو تجنيدهن في صفوف الحوثيين. إسراء الصغير، الحدث.